والحين أعتقد وقت المفاجأة اللي قلت لكم عليها. صبحكم الله بالخير ويعطيكم ألف عافية. مع الحرقة بالقلب أعلن أن هذا الفيديو الأخير واليوم الأخير هني. فقعدنا اليوم الصبح وعندي الحين لقاء إن شاء الله بالتلفزيون، بروح أخلصه وبعدها أرجع إن شاء الله للبيت عشان أجهز أغراضي. ومعانا اليوم طبعا سيدي علي. السلام عليكم. سيدي علي صباح النور. سيدي علي تحس انه متعمد يطلع بالفيديو الاول وبالفيديو الاخير. بس بالصدفة يعني. سبحان الله بالصدفة طلع بالفيديو الاول وبالفيديو الاخير. انا ختامها ختامها مسك ان شاء الله. احمد احمد سيدي علي سيدي علي طلع بالفيديو الاول وبالفيديو الاخير. يعني بس بالصدفة احمد البداية والنهاية. اه مجيد صباح الخير. اخر لقاء معكم للاسف للاسف للاسف. هذا هو المخلوق العجيب. بحزن على فراقكم. يلا يلا يا شباب تاخرنا على اللقاء. يلا نمشي. يلا يلا يلا. طبعا طول الرحله انا كنت كله قاعد قدام. اليوم معكم حبيبنا سيدي علي بما انك اكبر مني. قاعد قدام. اكبر مني. ايه اكبر مني شويه. لا انت شهر اثنين صح؟ شهر اثنين. شهر اثنين انا شهر خمسه. الله انزلوا جميعا. اكبر واحد موجود واصغر واحد موجود سنا وعقلا. اصغر واحد هني. اصغر واحد عمرا انا. اصغر واحد عقلا. حكم على البلد. ما شاء الله. السلام عليكم. طبعا شكلي غلط شكلي غلط تعبان وهلكان وطلع على الهواء مباشره بالتلفزيون. زين 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 ما شاء الله عليك. اهم شيء الانتاج من هنا. وين؟ هذا النهار. خلينا نشوف وين الاستديو. التحقق من إمكانية تعرضه للتعنيف أو حالة المعزول أي تأكيد ظروف وفاته. تو خلصت اللقاء وما قصرتي لميس. يعطيك العافية. الله يخليك. كان لقاء خفيف لطيف. تكلمنا مدة يمكن تقريبا 40 دقيقة. إن شاء الله أقدر آخذ اللقاء كلينك كرابط. راح أحط لكم إن شاء الله وتشوفونه. راح أحط لكم الرابط بإذن الله تحت الفيديو تشوفونه. يعطيك العافية. شكرا. السلام عليكم. حاط لي مكياج. صرت كاني ميك اب ارتست. هذا اول مره بحياتي اروح لقاء يحط لي مكياج لازم يشيله. هذا الاستديو اللي عندي. كيف اللقاء؟ شفت اللقاء؟ لا شفت اللقاء؟ صدق؟ اي والله. شلوني بالتلفزيون؟ متحدث لبق. الله ايش عليك بعد قلت اسمك بعد ايش تبي؟ والله صدق ما سمعت. تو تقول قاعد اشوف الحين تقول ما شفت؟ يمكن انشغلت. قاعدين يسوون مع علاقة قاعدين يسوون مع علاقة وهو من زمان في كل شيء. فكرة الجزائرية كرة جبارة. جمهورها أحب الجمهور خصوصا جمهور مولودية. جمهور أفضل جمهور العالم هو الأرجنتين. طبعا بوكا جونيورز الفريق الثاني. ويعجبني المهاجم حشود خصوصا ما هي عاصمة الشيخ كذا وقدس قدس عاصمة فلسطين. ان شاء الله نحضر اليوم مباراة. خلصنا الحين البرنامج الحمد لله والجولة اللي سويتها والجولة اللي سويناها داخل. الحين طيارة نبي نروح البيت عشان نجهز اغراضنا. مو مجهزين اي شيء والطيارة باقي لها تقريبا 3 ساعات ونص. واحمد طبعا مو مجهز اي شيء ابدا. انا رحلتي ما هي معهم عادي. رحلتي الساعة 4 الفجر. هو رحلة الساعة 4 الفجر بيروح طالع مباراة المولودية. يروح طالع مباراة. اجري 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 تعب. شلنا الجناط حطيتهم هني. المشكلة نزلناهم من فوق. التكتيك وتنظيم الشنط اختصاصي في كل الحياة. يا سلام. لابد ان تنظم الشنطة بالطريقة الديناميكية. اوكي يعطيك العافية. الياس الياس مسافر ويانا راديانا الكويت. الياس 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 طبعا الياس ولد احمد الله يحفظه ان شاء الله. كم عمره؟ 15 شهر. الله يحفظه ان شاء الله. هذه اغنيه الوداع. هذه اغنيه حزينه صح احمد؟ احمد اغنيه الوداع هذه حزينه. يوم تعود اغادر واسافر وارجع بس اليوم في شعور مختلف. اي والله شعور مختلف. الموسيقى هذه راح نذكرها على انها اغنيه الوداع مثل الجزائر. بنهايه الفيديو هذا ان شاء الله في عندي كلمه موجهه لكل المتابعين. بكم تكملون الفيديو كامل مني للنهايه وتشوفون انا شنو بقول لكم ان شاء الله هناك. ليش تحط لي تقطع الكلام؟ والله تلقائي.
وصلنا المطار. هذا هو المطار الجديد هني، تقريبا راح يفتح يمكن في الثلث الاول من 2018 ان شاء الله، لكن هذا هو المطار القديم اللي احنا الحين رايحين له. احمد ذيك مره انت مستقبلنا واحنا كنا قاعد ننزل الشنط، الحين انت معانا خلاص. الحين دورك، دورك الحين. عبد المجيد راح يبقى هون، انا راح خلاص. طبعا ان شاء الله ما فيها وداع يعني، لان ان شاء الله عبد المجيد راح يجينا بعد 10 ايام الى الكويت، وبيقابلنا هناك عشان جروب جورجيا ان شاء الله. فالعهد قريب باذن الله، العهد قريب، فالوضع اوكي يعني. ما فيها والله زعلان انا تارك، لا ان شاء الله خلال ايام بيكون موجود. وتدري عاد هذا الفيديو الاخير الحين مال الجزائر بينزل بعد ما نرجع. والفيديو القادم راح يكون جورجيا، وانت بتكون فيه يعني، ما راح تشاق ولا بالفيديو القادم راح يكون موجود فيه. فعلا صح؟ فعلا خلاص. لا تبكون، اي ام هير افري تايم افري بادي افري ون. ركبنا الطياره والياس موجود هنا ماخذ الكرسي بروح بعد. يلا درب السلامه ان شاء الله. تقريبا رحلتنا ان شاء الله راح تكون 3 ساعات الى اسطنبول، وبعدها ان شاء الله نقعد 3 ساعات في الترانزيت، بعدها ان شاء الله الى الكويت. هذه الطياره تقلع الحين مثل ما قلت لكم، طريقنا ان شاء الله 3 ساعات. والياس، الياس مسافر. شوف نفسه، شوف قاعد يطالع، شوف نفسه. نشوفكم ان شاء الله في اسطنبول. والحمد لله وصلنا اخيرا الى مطار اسطنبول، والحين قاعد ناكل برجر كينج. احمد وين تراديشنال؟ وين؟ تخيلوا ان ما اكلنا اي شيء من اول ما قعدنا، حتى ما فطرنا، لان كنا مشغولين نطلعنا برا، ورحنا للتلفزيون، وردينا مره ثانيه للبيت، وجهزنا اغراضنا، ورحنا المطار مستعجلين، فشيء مو طبيعي. والياس قاعد ياكل. الياس، الياس سامع هنا، ها مركز على منو هذا قاعد يطلع؟ ها نجي مركز على منو هذا؟ ما ادري عنه. طبعا مطار اسطنبول ضخم بشكل ما تتصورونه يعني، اللي جاي اسطنبول يعرف، وكل انواع البشر بالعالم كلها راح تشوفهم هنا، كل جناس العالم كل الاشكال موجودين، وزحمه بشكل مو طبيعي صراحه. شوف الزحمه، زحمه 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 كل مكان، زحمه صدق. قاعد ندور مكان نبي نقعد فيه، كل شيء فل فل بكل مكان. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه الياس، يعني صدق ما يدوخك بالسفر، كأنه كبير. إيه كأنه كبير، هادي ويمشي ويتحرك عادي وما يقول أي شيء، ما شاء الله عليه. الياس، الياس، الياس. طبعًا قاعد نتنقل من كوفي شوب إلى مطعم إلى جديد، لأن ترانزيتنا 3 ساعات، فصراحة اشتكت حق إسطنبول. وأدري كل الجزائريين يحبون إسطنبول، وهي من أكثر الوجهات اللي يسافرون لها الجزائريين. اللي يبي يشوف فيديوهات عن اسطنبول، انا ترى قبل غطيت اسطنبول تقريبا باربع فيديوهات او خمسه، نسيت الصراحه صار لها فتره، فراح احط لكم الرابط، هذا هو فوق، ضغطوا على الفيديو الاول وكملوا الفيديوهات الباقيه. وان شاء الله قريب بعد حتى راح ازوركم اسطنبول مره ثانيه، ومو بس اسطنبول، حتى الاماكن الاخرى. طيارتنا بعد ساعه، والمشكله حاطيننا باخر بوابه موجوده في المطار. يلا الياس اخرتنا على الطياره. شوف اخر بوابة موجودة هناك. باباتا 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 رجعوا رجعوا. احمد هذا الدرب شو يسمونه؟ يسمونه درب السعادة صح؟ بس لما تخلص سفرتك يسمونه درب النكادة. يلا الياس يلا. انا اتفاصل ديجور ان شاء الله ومدي ان شاء الله. والحين ركبنا الطيارة الثانية ومتوجهين إن شاء الله إلى الكويت دايركت. والياس قاعد يطالع الشاشات. سانس يلا لازم ننام. لازم تنام الياس. أوكي لازم تنام. نشوفك بالكويت. أوكي الياس. نشوفك بالكويت إن شاء الله. والحمد لله أخيرا وصلنا للكويت. والحمد لله على السلامة أبو الياس. الحمد لله على السلامة الياس. طبعا عادل صديقي الصدوق جاي جايني هنا ياخذني، الله يعطيك العافية. ألف مبروك ال 200,000. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. طبعا يعني قبل لا أترك الجزائر كان تقريبا 198,000، لكن طول فترة الطيارة لما وصلت هنا لقيتها الحمد لله 200,000، فجدا شاكر لكم، جدا شاكر لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا خلصت رحلة الجزائر بعد رحلة امتدت 18 يوم وسوينا فيها 16 فيديو. يعني صراحة من أجمل لحظات حياتي ومن أجمل الأوقات اللي قضيتها بالسفر. صراحة ما كنت متوقع أبدا ان هذا يعني او هذه الاوقات الحلوه اني راح اقضيها في الجزائر. الصراحه كانت رحله للتاريخ، نفس ما قلت لاحمد عبد المجيد، هذه رحله الجزائر والله انها رحله للتاريخ وتسجل للتاريخ، راح اتذكرها ان شاء الله طول حياتي. ما ابي اطول معاكم بالكلام واقعد اشرح واقول، لان اغلب الاشياء اللي بشرحها واللي بقولها راح اجاوب عليها بالاسئله اللي انتم سالتوني اياها في حساباتي بالسوشيال ميديا، لان انا قبل يومين او ثلاثه سالتكم قلت لكم قولوا لي شنو تبوني اجاوبكم، اسالوني بحساباتي، وكثير منكم سالوني في جميع حساباتي بالانستغرام بالسناب شات بتويتر وبالفيسبوك. لكن مو الحين وقت الأسئلة، خلونا بالبداية أحب أشكر كوست عربية اللي هما الرحلة هذه بالتعاون معاهم، وصراحة يعني ساعدوني بشكل كبير بأنهم يعطوني حتى الدافع المعنوي وأنهم يساندوني حتى بالفكرة اللي أنا قدمتها لهم. الأفضل أنكم تروحون تشوفون حساباتهم تحت موجودة بالسوشيال ميديا كلها، ضيفوهم ولا تنسون بعد هم تأخذون الترددات وتشوفون قناتهم وتتابعونها على طول، لأنها أكيد راح تعجبكم. أدري في كثير منكم ناطرين الحين شنو هي المفاجأة اللي ذيك ما قلت عنها حتى من قبل لا أطلع من الجزائر. قلت لكم إن شاء الله في مفاجأة راح أعلنها لكم قريبا. المفاجأة إن شاء الله بتكون بنهاية الفيديو، بس خلونا أول شيء نجاوب على أسئلتكم اللي سألتوني إياها الحين. السؤال الأول راح نأخذه من إنستغرام من أخوي علاء الدين صالحي، يقول الله يبارك أخوي عادل، سؤالي ما هو الشيء الذي أعجبك في الجزائر وما هو الشيء الذي لم يعجبك في الجزائر، أتمنى تجيبنا بصراحة. أنا جاوبت الأشياء هذه كلها بصراحة قبل، حتى من خلال الفيديوهات نفسها وحتى من خلال اللقاء اللي صار في قناة النهار جاوبت على هذا الشيء. اللي عجبني بالجزائر كل شيء من غير مجاملة، كل شيء عجبني بالجزائر، التنوع، الشعب، الأخلاق، الأماكن الحلوة، الطبيعة، الثقافة، كل شيء عجبني بالجزائر. والشيء اللي ما عجبني بالجزائر اللي هو عدم الاهتمام بالمرافق السياحية، وما في خدمات سياحية يعني أبدا، يعني أكاد أقول أنها شبه معدومة. هذا الشيء اللي ما عجبني. سؤال أيضا بالإنستغرام من أخوي رؤوف، يقول هل تظن أن بدون مال يستطيع الإنسان السفر والاكتشاف مناطق مختلفة وجديدة؟ يمكن في نفس البلد ممكن، لكن سفر خارج البلد ما أعتقد أن الإنسان من غير مال يقدر يسوي أي شيء. لكن تكون اقتصادي ممكن، يعني تكون مثلا بمال يعني مال قليل أوكي ممكن تسويها، لكن من غير مال أبدا ما أعتقد. وسؤال ثالث من ما أدري شنو الاسم بالضبط، مي اس اس اي، بغض النظر عن انعدام البنية التحتية، بنظرك أنت كسائح هل تعتقد أن الجزائر تستطيع مجاراة المغرب وتونس سياحيا من حيث جمالها؟ طبعا أنا ما زرت تونس، زرت المغرب. المغرب بلد جميل جدا وخدمات السياحية شيء لا يصدق. الجزائر بإيدها تكون شيء كبير وكبير وكبير. الشيء الوحيد اللي هو موجود عندها من الدول الثانية السياحية اللي هو انعدام الخدمات السياحية. وبالنسبة للبنية التحتية، البنية التحتية الجزائر ما شاء الله شغالة شغل كبير وجبار بخصوص البنية التحتية وناحية الطرق والطرق للسفر بعد. فصراحة تحية إجلال للحكومة الجزائرية بخصوص تعبيد الطرق والطرق السيارة. وسؤال من سموسة أعتقد، من هم الذين دعموك بأول فيديوهات وكيف تقبلت الانتقادات وكيف يمكنك أن تنصح أي واحد له فكرة ويريد العمل عليها من وجهة نظرك وشكرا. بالنسبة لي وجهة نظري أنا والشيء اللي سويته، لا تنطر أي أحد أنه يدعمك. أنت إذا كان عندك شيء وكان عندك شغف وكان عندك حب للشيء، أنت ابدأ وجاهد وثابر واستمر بالشيء اللي تحبه ولا تنطر أي أحد يدعمك. أنت لما تكمل وتكسر كل العواقب اللي قدامك راح تلقى الناس اللي تدعمك بعدين. لا تنطر أحد يدعمك من البداية علشان تبدأ، ابدأ وبعدين راح تحصل الناس اللي تدعمك. وبالنسبة للانتقادات شيء طبيعي، أي إنسان مهما كان لازم تجي انتقادات، وسواء انتقادات سلبية أو انتقادات بناءة.
فهذا شيء طبيعي جدا. الانتقادات السلبيه ما في احد راح يسلم منها، فلازم اي انسان يبي يدخل مجال السوشيال ميديا او الشهره او اي شيء لازم ما يعطي بال للانتقادات السلبيه ولا يتاثر منها ابدا. ياسر يقول انا ما راح اسالك لكن اريد اهداء ياسر من تيبازا. اهلا ياسر، كيف حالك وكيف حال اهل تيبازا؟ الحين نروح لتويتر منتل كرايمز تقول متى بتزور عمان مره ثانيه؟ باذن الله، باذن الله. طبعا زرت عمان مرتين، باذن الله بزوركم ان شاء الله في خريف صلاله القادم. طبعا خريف صلاله يكون في الصيف، والصلاله تكون شيء صراحه جنه، فباذن الله الخريف القادم في السنه هذه ان شاء الله. اخوي يحيى جناد في تويتر يسال يقول كيف كانت الجزائر في نظرك وكيف اصبحت؟ وتحيه للشعب الكويتي شقيق. الجزائر يعني صراحه ما كان عندنا اي معلومات عنها من قبل، بس ان نعرف عنها انها بلد المليون ونصف المليون شهيد، واللي كنا نسمع انها بلد فيها اجرام، بلد غير امنه، بلد غير سياحيه، والشيء اللي شفته عكس هذا كله تماما. مستر محمد يقول سلام، كيف رايت معامله الشعب الجزائري مع الاشقاء العرب هنا في الجزائر؟ صراحه يعني مهما قلت ومهما مدحت ما راح اوفي حق معامله الجزائريين لي في الجزائر. يمكن في ناس يقولون والله عشان يعرفون انك مشهوره وهذه الاشياء، بالعكس حتى من اول ما جيت كانت شهرتي قليله عندكم في الجزائر. الكل كان يواجهني بالترحاب وبالابتسامه وبالضيافه، حتى يعني ما قدرت اتحمل نفسي لما وصلت لعنابه وشفت التعامل الراقي وهذا الاشياء، فتحس ان كل هذه الاشياء تراكمت علي وحتى وصلتني لمرحله البكاء، اني يعني قلت شنو هذا اللي صاير؟ شنو الضيافه هذه؟ سلمى لطفي في تويتر تقول شيء حدث لك من رحلتك في الجزائر لما تذكر تضحك. يمكن الموقف هذا ذكرته باحد الفيديوهات مالت الجزائر، ان لما كنا في القالة توقع، لما كنا في القالة وكنا على البحر هناك جونا الدرك سيارتين وقفوا قدامنا، وقف وقف وقف، هذول هم هذول هم، احنا قمنا نرتجف شو السالفة شنو مسوين؟ راح يسوون لنا شيء. اخرتها يقولون تعال تعال نصور معك. فالصراحة هذا الموقف كان مقلب ومضحك، يعني صراحة كل ما نذكره نموت من الضحك. بالفيسبوك راما رملة تقول لو كنت مجبرا على العيش في الجزائر فأي ولاية ستختار ولماذا؟ يعني ما داعي الإحراج، لكن لو بختار ممكن يعني بجاية. أم البنات تقول ما هو الطبق الجزائري الذي تذوقته وعجبك؟ صراحة يعني أكلكم جدا جميل، لكن الشخشوخة خصوصا اللي بعنابة أذكرها، لو تروحون في فيديو عنابة تشوفون اللي أكلتها كانت جدا جميلة وودي أكلها الحين بعد. الأحسن أحمد عرابي يقول متى ستزورنا في الصحراء الجزائرية؟ بإذن الله في التغطية القادمة قريبا بإذن الله، وهي أول شيء بسوي إن شاء الله. عبد العزيز يقول ممكن تغني لنا أغنية جزائرية؟ ما أعرف أغنية، ما أعرف أغني. أعتقد أني أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأنا آسف جدا للكثير منكم اللي سألوني، جتني أسئلة بشكل مهول، آسف أني ما أقدر أني أجاوب عليكم كلكم، لكن في أسئلة كانت مكررة، فأنا يعني قلت أخذ بس واحد من الناس اللي سأل نفس السؤال. إذا تبون أي استفسار او اي شيء تبون تسالوني او تتواصلون معي، طبعا حساباتي على طول انا جاهز لكم، حساباتي على طول موجوده لكم، الانستغرام التويتر الفيسبوك السناب شات، ضيفون عليها وتواصلوا معي فيها. والحين اعتقد وقت المفاجاه اللي قلت لكم عليها، والمفاجاه هي باذن الله قريبا ان شاء الله وفي الربيع القادم بكون ان شاء الله ازوركم مره ثانيه، وبتكون ان شاء الله تغطيه اقوى من اللي فاتت، وبتكون الصحراء هي الشيء الرئيسي اللي كثير منكم قال لي لازم الصحراء، فان شاء الله بتكون الصحراء. اشكر وزير السياحه في الجزائر الاستاذ حسن مرموري على تعاونه وتواصله معي بخصوص وتشجيعه ايضا بعد بخصوص الرحله اللي فاتت، وان شاء الله بيكون في تعاون قادم بالرحله الجايه ان شاء الله مع وزاره السياحه. والرحلة الجاية إن شاء الله بسوي فيها مفاجأة لكم، خصوصا للجزائريين اللي في الجزائر، بسوي مفاجأة إن راح أخذ 3 أشخاص من الجزائر يربحون إن شاء الله معاي، يطلعون معاي إن شاء الله الرحلة. طبعا كل واحد بيكون معاي في ولاية من الولايات، يكون محمول مكفول ولاية من الولايات، وواحد منكم إن شاء الله بيكون سعيد حظ بيكون معاي في الصحراء إن شاء الله. كل اللي عليكم تسوونه أنكم تستمرون
تكونوا معاي متفاعلين في جميع فيديوهاتي وجميع حساباتي، تكونوا ضايفيني في جميع حساباتي بالسوشيال ميديا انستغرام تويتر فيسبوك سناب شات، تكونوا ضايفيني فيهم وتكونوا فعالين معاي على طول بكل حساباتي حتى في اليوتيوب وجميع الفيديوهات اللي انزلها واللي راح انزلها. فباذن الله راح اختار اكثر 3 اشخاص متفاعلين معاي بالفتره القادمه كلها ان شاء الله، اختارهم ويكونوا معاي ان شاء الله في رحله الجزائر قريبا باذن الله. وما بيطول عليكم، ادري الفيديو صار طويل الحين وما بيدوخكم معاي، جدا حزين، لكن الشيء المفرح اني ما راح اقول لكم مع السلامه، راح اقول لكم الى اللقاء ان شاء الله قريبا. الى اللقاء، بزوركم ان شاء الله في الجزائر والتغطيه ان شاء الله بتكون اقوى واقوى واقوى، واشوفكم ان شاء الله كلكم هناك. وبنهايه الفيديو اشكر كل المتابعين يعني من كل الدول اللي قاعد يتابعوني، وعلى شاكر لكم دعمكم المستمر على طول. وباذن الله بنقدم لكم ان شاء الله الافضل والافضل على طول، واشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه، ومع السلامه.